أنا بثلاث بنات أول شيء. ثلاث بنات. وكل واحدة يا سماهر الخير يجي معاها. صح. أنا وصغرتي كنت أقرأ القرآن الكريم. التجويد. التجويد. هي عبد الباسط يعني. الله يسلمك. إيه وعبد الباسط صديقي كان. قعدت يمه وهو ما شاء الله القرآن يقرأ. ازيك يا ابو علي عامل ايه؟ على جنب حاجيني. والله طبعا زواج تقليدي انا زوجتي بنت عمتي يعني من هلي إيه؟ عرفت ايش كم اختارنا والوالده؟ إيه لا لا انا الوالده لا لا انا طبعا باختياري انا والوالده زكت يعني الوالد والده زكوا العمليه لان الوالد خالها فالخاله اب يعني الخاله اب لكن هذه الزوج الوفية المخلصة أم فيصل الله يعطيها الصحة والعافية زوجة وفية مخلصة ساهمت معي في مسيرتي الحياتية بشكل جيد تدعمني تآزرني ما قصرت معي في أي موقف الحقيقة وربت أبنائي تربية صالحة خدمتهم بعيونها جزاها الله خير عندها خدم لكن تعتمد على نفسها بكل صغيرة وكبيرة ولذلك عيالي ما يحسين ان تربية خدم لا تربية ام اي مهم جدا فيعني اتمنى لها الصحة والعافية وطول العمر والله يقدرني على يعني رد جميلها حقيقة اي نعم راوية لما قلت لي اول واحدة هي ولدت في مستشفى المستشفى العسكري لان في الرفاع كنا ساكنين كان اقرب مستشفى العسكري فولادته كانت يعني فرحة طبعا جابت فيصل أول مو لا راوية بنتي راوية 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 الله يخليه الله يخليه إن شاء الله هي عم مسؤولة في هيئة المعارض ف يعني فرحة عارمة فرحة إحساس بأني أنا أصبحت فعلا أب الآن يعني ها I have to speak as a father يعني عقلي لازم يكبر عرفتي سمهر يعني يعني هذه يعني اليوم امس غير واليوم غير عندي امس انا ما اقول باتشلر لكن without baby now with baby difference ها feeling difference عندي احساس بغير يعني حسيت اني انا ولذلك من تالي من يومها يعني حسيت اني انا يعني بديت يعني نقله نوعيه في حياتي لكن يعني حسيت بقيمة البنت خلفة البنات أنا بثلاث بنات أول شيء ثلاث بنات وكل واحدة يا سماهر الخير يجي معاها صح يعني راوية بنات بركات عقب أسبوع شريت عمارة ما شاء الله اشتريت عمارة يات الثانية شريت فيلا أذكر إيه؟ في الرفاعة لحين موجودة على كل حال موجودة إن شاء الله فكل واحد بخيري كله في الفترة يعني مثلا الولادة اليوم أسبوعين ثلاثة بالكثير قبل الشهر بخلص المعاملات جاي خير وياه وحتى إيه فعندي الإحساس هذه إن ذول مكسب للحياة راح يقول أوه يبسك كلها خلفة البنات لا هم الخير والبركة ذلين إي والله الخير والبركة يدخلون في الجنة ذلين حتى في حديث ما معناه ثلاث يدخلون الجنة إذا أحسننا تربيتهم وأنا أمل إن شاء الله أني أحسن تربيتهم يا رب اللي عندكم أيضا إن شاء الله أنا وصغرتي كنت أقرأ القرآن الكريم التجويد هي عبد الباسط يعني هي عبد الباسط صديقي كان وكنت مصر أروح له أروح له وهي حيالين البحرين مرتين ثلاث وصديق بعد محمد أخوي الكبير الوسطي ببشت ها بقرأ القرآن إمام كان إيش اسمه خطيب جامع شيخان في المحرق بس تقاعد من كم سنة تقاعد الله يعطي الصحة والعافية تقاعد فكان صديق عبد الباسط يعني البحرين في السبعينات كذا مرة يجي البحرين فكنت مرة في 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 مصر واتصلت فيه الشيخ كنت قال لي حسن انت في اسكندرية قلت اي نعم قال انا جاي اسكندرية الاسبوع الجاي عندي تعزية هناك في مصر يسوون سرادق خيم عودة وحق بعض الكبار القوم اللي أثرياء عندهم سنوية عندهم كل سنة عبد الرحمن ختمة سنوية
ويجيبون مقرأ كبير قرآن لهم. قال لي أنا عندي في المنشية عندي شنو، عندي احتفالية الأسبوع الجاي وكذا، خلني أشوفك كتبي لك احتفالية. فأذكر كان يوم جمعة بالليل ليت سبت، فصليت له شي بس ورحت له حق الشيخ، والأسرادق مني ونهاية الشارع عود آلاف فيه جالسين من البشر، والشيخ عبد الباسط يقرأ، عبد الباسط يعني معروف قمة في الأداء وقمة في عذوبة الصوت. فشفته شايفيني وامسك وانا داخل يعني ادور مكان باقعد، ولا يسوي لي تعال تعال سوي لي هلو، والله بيقعدني يمه يا اخي احد عالم يقول هاي من يلبش مقعدة ذي. المهم قعدت يمه وهو ما شاء الله قرآن يقرأ. ازيك يا ابو علي عامل ايه؟ على جنبي حاجيني وعنده شاي وينسون عشان البلاعيم ها يشرب كل شيء. يقول عايز من ده، يقول لي يعني شو شلون الشيخ عبد الباسط كان شخصية إنسانية رائعة الحقيقة. واذكر في مرة انا راح من البحرين، جيت في الإجازة، كان إجازة الربيع اني البحرين في الدراسة، فكنت كان هو موجود في البحرين فقعدت معاه في البحرين هي، وسافرت معاه القاهرة. القاهرة ما كان في دايركت، ندور على طريق لبنان، طيران الشرق الاوسط سمعت عن الميدل ايست اللبنانيه. فكنا البحرين بيروت، ويقعدون بيروت من الظهريه للمغرب في وين في لبنان في بيروت، لغايه تاخذ طياره حق مصريه مره ثانيه. شو شلون اول ما بيسافر دائره القاهره اول، فكان عبد الباسط معي. فنزلنا السوق، انت شرى اغراض وانت شرى كل شرى اقمشه له شرى، يعني يحبون صاروا الاقمشه وكذا. وشيت بعد ثياب لي وغيره في محل اسمه عطا فريج اشهر محل في لبنان حق الملابس. فكنا نشتري بدل عنده وكويت عشان بروح اخذه بمصر، بروح ما اخذه ثيابي، ما اخذ من ياخذ من بيروت. فكان كنا نزلنا مع الشيخ عبد الباسط ورحنا القاهره مع بعض. في المطار عاد خبر كان في تفتيش قوي في مصر، في المطار كان في تفتيش. فكنت مع الشيخ، مشونا كلنا مع الشيخ، تفضلوا مع الشيخ اهلا وسهلا تفضل. العاده طلاب احنا بيهدلونا في التفتيش. اي ثلاث مرات زرت فلسطين، صليت القدس الحمد لله. الحمد لله نعم. قابلنا بعد ابو مازن محمد عباس رئيس الفلسطيني، عندي صوره بعد وياه هنا ما كانت موجوده. قاعد تغدينا وياه مع مجموعة احنا مع الشبكة الإقليمية المسؤولية الاجتماعية، رتبوا لنا السفرة وكنا رايحين عشان نقدم له الشبكة الإقليمية المسؤولية الاجتماعية مؤسسة غير ربحية، كل سنة بتعين مدينة معينة كمدينة نموذجية للمسؤولية المجتمعية. 2017 كانت القدس هي المدينة النموذجية اللي قدمنا الشهادة، أنا الشيخ دعي من خليفة. الله خليفة معاقين، مؤسسة خدمات المعاقين وتركي. كنا مجموعة بعد مع أخوان. فرحنا هناك وقابلنا محمد عباس وعطيناه الشهادة، صورنا معاه. بعدين نزلنا رحنا حتى مقر إقامة ياسر عرفات، بيته حجرته مكتبه مسوينا كله كما لم يتغير شيء فيه، شيء جميل الحقيقة. تشوف يعني المناظر شلون كان يعيش يعني رحمة الله عليه. بعدين رحنا القدس، صلينا في الأقصى الشريف وقابلنا الشيخ هناك عكرمة صبري اسمه، الشيخ عكرمة صبري، والله ما قصروا. وبعدين قمنا بزيارة حق الضفة الغربية، رحنا بعض المناطق، الحرم الإبراهيمي رحنا كنيسة القيامة، زرنا الكنيسة وقابلنا القس تبعهم هناك مسكين ورجل فاضل
إن إحنا مسلمين وكمسيحيين مع بعض ضد اليهود ضد الصهاينة وضد كذا كذا كذا. واحترم زيارة البحرين. حقيقة الشعب الفلسطيني كان يعني في الضفة كانوا محتاجين مثل هذا التواصل معهم. يحسون إنه يعني نرفع معنوياتهم. وكان في تشديد أمني كبير من إسرائيل عليهم حقيقة. يعني بالتفتيش ما ندخل أي مكان إلا بالتفتيش والأسلحة في يدهم. يعني هم متعودين على الجانب ذي فيعني لكن الحمد لله تمت رحلة رحلاتنا كانت طيبة. الرحلة الأولى كانت مع الشيخ عبد اللطيف المحمود والشيخ عادل معاودة والشيخ عبد الحسين العصفور الله يعطي الصحة والعافية أبو محمد. رحنا القدس أيضا وزرنا مدارس المقدسيين وشفنا حضاناتهم ومدارس كذا وكان النية ان احنا يعني نقدم مساعدات لهم كنوع من دعم من اهل البحرين لاهل القدس يعني. وكان بتوجيهات من سمو ولي العهد لان كنا في عندنا اللجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني شعب لمناصرة القدس اهل القدس يعني. كنت انا عضو في اللجنة مع الجماعة مشايخ هذه 2004 2005 تقريبا اول زياره. وتتوالت زيارة انا اتمنى نروح الان لكن الوضع صعب اليوم. اي نعم ان شاء الله مستقبلا. انا بس ودي ان اؤكد ان الشعب البحريني هذا الشعب الاصيل يعني له مواقف انسانيه رائعه تجاه يعني شعوب الامه العربيه والاسلاميه في جميع المحافل. ولعلنا الآن نحن مع المؤسسة الخيرية المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه عضو مجلس الإدارة. أنا عضو مجلس الأمناء أنا الشخصية بس هو رئيس مجلس الأمناء الشيخ ناصر. يبذلون قصارى الجهد هذه المؤسسة لخدمة يعني الدعم المقدم لكافة الدول المسلمة والصديقة المنكوبة. الحق على الدور اللي يلعبه أيضا الدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة له خير دليل على أن البحرين برجالاتها وبقيادتها وبشيوخها قادرة الحقيقة على يعني تنفيذ البرامج الإنسانية والاجتماعية التي تخدم المواطن البحريني المحتاج والمعسر. ولا شك أننا في المجتمع البحريني أسرة واحدة تظلنا القيادة الرشيدة وتظلنا قبل ذلك عناية المولى العلي القدير. فكل واحد فينا مطالب بأن يؤدي دوره بكل إتقان وبكل أمانة لننهض بهذا المجتمع لما هو أفضل وما هو أحسن إن شاء الله.